أقيمت تحت رعاية اللواء ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي مراسم إحياء ذكرى يوم الشهيد بالحرس الملكي بقوة دفاع البحرين، وذلك بحضور المقدم ركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. سلام سيدي سمو غار الحرس الملكي. سيدي، خير ما نبدأ فيه حفلنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم العريف أفضل عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. خلاص داي والآن دقيقة صمت على أرواح الشهداء. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك
ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك اللهم ولا نكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وارفع درجاتهم، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمنا اللهم في أوطاننا، واحفظ يا مولانا مليكنا، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك، اللهم كن له معينا ونصيرا وظهيرا. اللهم واجعله من طال عمره وحسن عمله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حرس جنباس ثابت. وتفضل بعدها سمو قائد الحرس الملكي بسقي النخلة التي ترمز للحياة الدائمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. أخواني وأخواتي منتسبي قوة الدفاع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويشرفني في كل يوم من هذا العام أن ألتقي بكم وأذكركم وأذكر نفسي وأذكر الجميع ببطولات شهدائنا الأبرار. يا إخوان، اليوم العز والأمن والأمان والرخاء والتقدم ما جانا إلا بعد تضحيات هؤلاء الأبطال في جميع معارك مملكة البحرين. دافعوا أولاً عن الدين وعن الحق، وثم عن الوطن وعن الشرف. فمملكة البحرين ولله الحمد تبقى أبية قوية شامخة مرفوعة الرأس بأبطالها. ومثل اليوم بأرواح شهدائنا الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن. ترون اليوم التقدم ولله الحمد في ساحة المعارك باليمن الشقيق، ترون الانتصار قريب، ترون النور يبشر المواطنين في اليمن الشقيق بالانتهاء من هذه الأزمة والمحنة وطرد الحوثي وأعوانه. واستلزمت هذه القوة واستلزمت هذه الانتصارات أرواحاً من الأبطال، ولكن التذكير هو يا إخوان أن الشهيد ما يموت. الشهيد ما يموت يا إخوان،
يبقى عند ربه حي يرزق، وفي الدنيا يبقى ذكره حي. فمن منا لا يريد هذا الذكر؟ ومن منا لا يريد هذه النهاية؟ فختاما لكلمتي، اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم ارزقنا الشهادة. حرس قد فاسر ثابت بعدها نابى سمو قائد الحرس الملكي المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة للقيام بجولة تفقدية داخل مزرعة الشهيد بحضور أسر وذوي الشهداء التي خصص ريعها لصالح ذوي شهداء الواجب الأبرار تقديرا لتضحياتهم النبيلة بكل شجاعة وأقدام وعرفانا لأرواحهم الطاهرة التي ضحوا بها في سبيل الواجب الوطني لنصرة الحق.